من جديد يطل شبح الكوليرا في تعز مهددا حياة آلاف المواطنين الذين لا قدرة لهم على مواجهة هذه الجائحة. انتشار وباء الكوليرا الذي كان قد استؤصل أساسا من العالم كله وعاد لليمن من جديد، نعاني الحقيقة من تزايد شديد جدا في الحالات، خصوصا في الشهرين الأخيرين، في ظل يعني انعدام أو شبه انعدام إمكانيات المواجهة الوباء. أكثر من 12 ألف حالة اشتباه بالكوليرا، منها 900 حالة مؤكدة، إضافة إلى أكثر من 50 حالة وفاة أغلبها في ريف تعز بحسب آخر إحصائية للجهات الصحية في المحافظة. الأوضاع اللي تمر فيها البلاد، انتشار الأوبئة والأمراض المعدية وخصوصا الإسهالات والكوليرا، عدد الحالات اللي استقبلها المركز من خلال هذا الشهر أو الشهرين حوالي 486 حالة، ثلاث حالات مؤكدة كوليرا، وفاء في مستشفى الخليفة. هنا في الريف حيث تنعدم فيه الرعاية الصحية أو تكاد تجتاح الكوليرا مناطق واسعة، تبدو معها جهود مكافحة الوباء أمرا في غاية الصعوبة. نحن في المستشفى بقدر الإمكان مما يتوفر لدينا نستقبل المرضى والحالات سواء كانت خفيفة متوسطة شديدة، الشديدة جدا طبعا يتم تحويلها إلى مستشفيات المحافظة للرقود. تعجز المؤسسات الطبية عن مواجهة الكوليرا، في حين يوصف الدور الرسمي للحكومة بأنه شبه غائب تقريبا، ليترك المواطن يواجه مصيره المحتوم. الكوليرا مرض يمكن أن يفتك بالضحية خلال ساعات، فيما جهود المواجهة قد تحتاج شهورا لكي تفيق، وما بين هذه وتلك يظل مؤشر الحالات في تصاعد مستمر. فواز الحمادي، قناة بلقيس، من مستشفى النشامى الريفي تعز.